امامنا طاقم تحكيم هذا المباراه نور الدين الجعفري هو اللي غادي يقود هذه المواجهه بمساعده محمد الرباني، سفيان بركات كمساعد الثاني، والحكم الرابع عبد الواحد الفاتحي على مستوى غرفه الفار، داكي الرداد وادريس ايت الجلالي هما اللي غيقودوا تقنيه الفيديو في هذه المواجهه. وتعطي انطلاقه ديال هذه المواجهه بالفعل الحكم نور الدين الجعفري كيعطي انطلاقه ديال المباراه. سننتظر قراءات والحوار التكتيكي بين الاطار الوطني عبد الرحيم شكيليط مدرب المغرب الفاسي والاطار الوطني منير الجعواني. نتابعوا الزاويه، محمد الفخير رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه كانت المطالبه بالخطا وضربه جزاء، الحكم كيطلب مواصله اللقاء. نفذت بشكل جيد من محمد الفقيه، تعود مره اخرى لفائده فريق المغرب الفاسي على مستوى الجهه اليسرى. المراوغه هناك خطا، بالفعل هناك خطا لفائده فريق المغرب الفاسي في الوقت، هناك بعض الاحتجاجات لا الحكم اعتقد بانه المطالبه بالخطا. تابعوا من جديد المحاوله، لعب ايوب الودراسي، هنا التدخل والحكم اعلن الخطا في الوقت. تابعوا المحاولات، نفذت الزاويه من محمد الرفقيه، كانت لاحظوا المطالبه بالخطا بعد تدخل ديال المدافع انس نوادر. ضربه جزاء لفائده فريق المغرب الفاسي، هل هناك خطا ام التدخل هو تدخل قانوني بالنسبه لانس نوادر؟ هذه التساؤلات الان التي تطرح في الوقت اللي الجواب سيكون لدى حكم المباراه نور الدين الجعفري. نتابع الصوره، وهذه الصوره الان اللي كيتابعها حكم المواجهه، هل كان هناك شد، هل كان هناك خطا على اللاعب والمدافع نبيل مرموق اللي دائما كنتابعوه في كل مكان، هناك كره ثابته الا كيصعد ويحاول مسانده الهجوم انس نوادر في احتكاك مع نبيل مرموق، هل هناك خطا يستدعي ضربه جزاء؟ ننتظر القرار الاخير والقرار النهائي. انس نوادر لاعب سابق لفريقي رجاء بني ملال وكذلك الاتحاد الرياضي التركي هذا الموسم رفقة فريق المدي وجدية. نتابع الصوره من زاويه اخرى، ترفعت الزاويه كان نبيل مرموق مشى الكره، هناك احتكاك مع انس نوادر. إذا الكل الآن واقف ينتظر القرار النهائي. حكم الآن نور الدين الجعفري كيتجه لأرضية الملعب وانتظار القرار. إذا نور الدين الجعفري يعلن ضربة جزاء. محمد الرفقي كيسدد والكرة في الشباك. الكرة في الشباك والهدف الأول لفائدة فريق المغرب الفاسي الذي يتمكن من افتتاح النتيجة. فرحة كبيرة لجماهير المغرب الفاسي بهذا التقدم. هدف محمد الفقيه هو الثاني له في بدايه هذا الموسم بعد ما سجل كذلك هدف خلال الجوله الماضيه امام اتحاد طنجه من نقطه الجزاء واللي منحت انتصار وثلاث نقاط كانت مهمه وغاليه لفريق المغرب الفاسي للفريقين من اجل تقديم مستوى طيب. نتابعوا المحاوله من اجل يمنى فرصه لفائده فريق المدير الجديد الدخول داخل منطقه الجزاء. كان هناك سقوط لامين صوان، الحكم كيطلب مواصله اللقاء. كرة خارج أرضية الملعب والحكم كيقول شرط لفائدة فريق المدي وجدية. تابعوا من جديد هذا المحاولة، أمين صوان كان متابعة كذلك ديال المدافع نبيل مرموق. أمين صوان اللي بحث كذلك على الخطأ. تقنية الفيديو تقنية الفار تتدخل وفرصة الآن بالنسبة لفريق المدي وجدية، هل كان هناك خطأ؟ هل كان هناك عرقلة لأمين صوان؟ نتابع، كان مضايق من نبيل مرموق وكذلك لاعب أنس الضوي. إذا نتابع الصورة وبالتالي الحكم سيكون للحكم نور الدين الجعفري. سقوط أمين صوان داخل منطقة الجزاء، هل سنتابع ضربة جزاء ثانية في المباراة؟ أعتقد بأنه الحكم كيحاول يتأكد هل كان هناك عرقلة خصوصا من طرف اللاعب أنس الضوي، هل لمست الرجل أنس الضوي لأمين صوان؟ إذا غنتابعوا الآن القرار النهائي. إذا ضربة جزاء،
إذن نور الدين الجعفري يعلن على ضربة جزاء لفائدة فريق المولودية الوجدية الذي ينجح في الحصول على ضربة جزاء بعد تدخل تقنية الفار بقميص فريق المولودية الوجدية. يوسف أنور يسدد، تدخل حارس، تدخل حارس عبد العالي المحمدي، تدخل الحارس عبد العالي محمدي الذي يبعد الكرة وبالتالي ضياع ضربة جزاء من يوسف أنور. يوسف أنور لم يتمكن من تسجيل هدف تعادل وبالتالي تضيع هذه ضربة جزاء. هذه فرصة، فرصة، الهدف، هدف التعادل اللي يعني الخطأ تنفذ بسرعة وبالتالي بول فالير لاعب السنغالي بسرعة كيوضع الكرة في شباك الحارس عبد العالي محمدي وفريق المولودية الوجدية يعود في نتيجة المباراة. كرة ثابتة كنقول بأنها يعني تلعبت بسرعة، غلطت الجميع. بول فالير باسن يتمكن من وضع الكرة في الشباك بطريقة ممتازة اللي وضع بها الكرة. أقرب لهذا الاسم الثالث هناك أحمد رضا التقناوتي حارس مرمى فريق الوداد وأنس الزيتي تجاوز المحاولة بواسطة لاعب أيوب الودراسي. الودراسي مراوغة ممتازة، تمريرة، فرصة، فرصة سديدة، أسامة درفلو في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك، تسديدة قوية، الكرة تعانق الشباك أسامة درفلو في الوقت اللي الحكم تقبله وأعلن على خطأ لفائدة فريق المولودية الوجدية. إذن تم رفض الهدف وبالتالي أعتقد أنه كان هناك وضعية تسلل. إذن هناك وضعية تسلل وخطأ لفائدة فريق المولودية الوجدية. استطاع أيوب الودراسي والحكم يعلن على نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، هدف لمثل بين الفريقين. تابعنا جوج الأهداف ولكن عدد من محاولات تسجيل بالنسبة للفريقين المولودية الوجدية اللي لعب مباراة مفتوحة كذلك اللي كيبحث على الحلول الهجومية ودوال خلي أنها اللقاء سواء الآن اللي حاضر بالملعب الكبير بفاس أو للجماهير التي تتابع المباراة عبر قناة الرياضية. صراحة تخمنوا نستمتع بلقاء جميل بين الفريقين ونتمنوا أن كذلك هذه الجولة الثانية تكون جولة فيها أهداف وفيها المحاولات لتجديد تبعد الفرصة لفائدة الفريق المغربي الفاسي. تمريرة، تدخل ممتاز للعميد ياسر الجريسي، مشات كرة في جهة اليسرى ولكن بعيدة على يوسف أنور. شرط لفائدة فريق المغربي الفاسي. محمد فقيكي ينتظر احد اللاعبين، تبعد المحاولة بواسطة لاعب أيوب الودراسي، تسديدة، تدخل الدفاع دائما الخطورة، فرصة، تسديدة قوية مرت جانبا من القائم الأيسر لمرمى الحارس مهدي مفتاح بواسطة لاعب هيثم عينة. لاحظوا كانت تسديدة أولى ثم هيثم عينة يسدد بكل قوة. هي السعيد لتنفيذ هذه الزاوية، لعبات الكرة مع كريم بن عارف. بن عارف رفع الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه وفوق المرمى. الراسيه ديال السنغالي بول فالير باسين مره اخرى يظهر وتظهر الخطوره على دفاع وعلى مرمى الحارس عبد العالي محمدي. لاحظوا الانطلاقه، هدفين لعلي هارون، نبيل الجهدي، مهدي بطاش هدف، يانس مراح هدف، صلاح الدين باهي، حمزه السموي، يوسف العمري تبعت فرصه، تدخل مهدي مفتاح، تدخل مهدي مفتاح امام اسامه درفلو دائما الخطوره. حمزه الجناتي، الجناتي يمرر وتدخل الدفاع، كانت محاوله شكلت خطوره واضحه على دفاع فريق المولودية الوجدية دائما من الجهه اليمنى بواسطه حمزه الجناتي. العوده ديال حبيب الله الدحماني، المطالبه بالخطا وبضربه جزاء، الحكم كاين ضربه جزاء، الحكم يعلن على ضربه جزاء بعد سقوط هيثم عينا. حكم يعلن على ضربة جزاء بعد سقوط هيثم عينة. تبعوا ضعت الكرة لحبيب الله الدحماني، هيثم عينة خضع الكرة، حكم اعترف كان هناك مهدي مفتاح، أسامة درفلو، أسامة درفلو يسدد، الكرة في الشباك، الكرة في الشباك في الوقت اللي الحكم تقريبا كيطلب إعادة تنفيذ ضربة جزاء. الكرة التطمت بالقائم وعنقت شباك، طلب إعادة تنفيذ هذا ضربة الجزاء. وأسامة درفلو مرة أخرى تحت الضغط وجه لوجه مع الحارس مهدي مفتاح اللي عنده إذن فرصة أخرى. إذن سنتابع ضربة الجزاء، أسامة درفلو، الصافرة ديال الحكم
يساعد لتنفيذ المهاجم الجزائري أسامة درفلو الهدف. إذا الهدف الثاني لفائدة فريق المغرب الفاسي بواسطة أسامة درفلو اللي تمكن من وضع الكرة في الشباك بعدما كان سجل كما قلت هدف من نقطة الجزاء في اللقاء اللي كان أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي وفريق المغرب الفاسي كي يأخذ التقدم في هذه المباراة ومرة أخرى من نقطة الجزاء بعدما تمكن محمد الفقي من تسجيل الهدف الأول. تمنى الدور ديال كريم بن حليف خصوصا على مستوى استرجاع وافتكاك الكره في وسط الميدان. تعبات الكره من امين صور فرصه اوه عبد العالي محمدي. عبد العالي محمدي يستحضر كل امكانياته التقنيه من اجل ابعاد هذه الكره. تعبات الكره الراسيه امامنا مهدي مفتاح اللي صعد من اجل يعني استغلال المحاوله الاخيره وحكم اللقاء يعلن على نهايه المباراه بفوز فريق المغرب الفاسي بهدفين لهدف واحد. هدفي محمد الفقي من نقطة جزاء وأسامة درفلو كذلك من نقطة جزاء في الوقت لبول فالير السنغالي سجل الهدف الوحيد لفريق المولودية الوجدية في مباراة صراحة حملت كل ألوان الإثارة والتشويق بين الفريقين.